بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد في ساعات الصباح الأولى ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون فيه الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا ما زلنا متعرضين للكتل الهوائية اللي جايانا من جنوب والشرق أوروبا، مأثرة طبعا على درجات الحرارة والسحب سواء منخفضة أو متوسطة. بالفعل يمكن احنا اليوم متوقع يكون في تعمق للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، مع استمرار طبعا الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة درجات حرارتها، فده هيعمل على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم هيحجب جزء من أشعة الشمس ويساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. العظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 16 و 17 درجة مئوية خلال فترة النهار، فإحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هو طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، طقس مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار لأن المحافظات الجنوبية بتكون أعلى درجات حرارة من المحافظات الشمالية، لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر. الصغرى فترة الليل بتوصل لـ8 و9 درجات على القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد بتوصل لـ5 و6 درجات، مرتفعات سانت كاترين وسط سيناء بتوصل لـ0 وتحت الصفر. فأجواء فترة الليل شديدة البرودة على كافة مناطق الجمهورية، قارصة البرودة في المدن الجديدة الأماكن ليها ظهير صحراوي كبير، الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وشمال الصعيد، أيضا فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى خلال فترة الليل. مع تعمق المنخفض الجوي اليوم هيكون في زيادة الكميات وفرص الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية، فاليوم الأمطار هتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ممكن تزيد عن المتوسطة وتصبح غزيرة على الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، وأيضا كمان محافظة مطروح، بالإضافة كمان إن الأمطار هتكون أمطار خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، كمان أمطار خفيفة المتوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، ومع فترة المساء الأمطار هتمتد للقاهرة الكبرى أمطار خفيفة، ففي أمطار خفيفة فترة المساء على القاهرة الكبرى، مدن القناة، خليج السويس، وأمطار اليوم هتكون متفاوتة الشدة مختلفة من محافظة لمحافظة على فترات متقطعة من اليوم، مع كمان تكون لشبورة مائية خفيفة فترة الصباح الباكر اليوم، أدت لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يعني ساعة كمان إن شاء الله تبدأ تتلاشي مع سطوع أشعة الشمس. بالإضافة كمان إن غدا متوقع استمرار هذه الأجواء واستمرار فرص الأمطار اللي بتتقدم للمناطق الداخلية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بإذن الله. طيب المحافظات أو المناطق اللي بيبقى فيها أمطار غزيرة شوية هل بتأثر على أعمالنا اليومية ولا ممكن يعني نتلاشاها؟ هي طبعا الأمطار اللي موجودة بشكل غزير هتبقى على محافظة الأسكندرية ومحافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ على فترات متقطعة من اليوم، فمهم جدا ناخد بالنا من غزارة الأمطار، لازم نتلاشى يعني التواجد في أماكن تجمع الأمطار، أو لازم نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية، المباني المتهالكة، لازم كمان تكون القيادة بهدوء تام لأن الأمطار بالفعل ممكن تأثر على حركة المرور، ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، فناخد بالنا من الامطار وتساقط الامطار خاصه في المحافظات المطله على البحر المتوسط فيها كميات امطار. طيب على ذكر الرؤيه الافقيه، هل في رياح محمله بالاتربه في بعض المناطق وخصوصا الحدوديه بتاثر على الرؤيه الافقيه لينا؟ هو طبعا يعني هيكون في نشاط للرياح خاصه في شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء وسواحلنا الشماليه الغربيه، نشاط الرياح الحمد لله مش هيكون مثير لاي رمال والاتربه، لكن هيؤدي لاحساسنا بمزيد من انخفاض في درجات الحراره،
سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعه، لانها شماليه فمش هتكون مثيره ان شاء الله للرمال والاتربه. كمان هتؤدي في اعتدال حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيكون ما بين 1.5 ل 2 متر ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن البحر الاحمر هيكون معتدل المضطرب، ارتفاع الامواج هيوصل ل 3 متر. فناخد بالنا من يعني عمق البحر الاحمر، لان هيكون في اضطراب ملاحه بحريه. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 17 والصغرى 9، العاصمة الإدارية 17-8، اسكندرية 17-10، العالمين الجديدة 17-10، مطروح 15-8، دمياط 17-10، بورسعيد 17-11، الإسماعيلية 18-7، السويس العظمى فيها 17 والصغرى 9، العريش 16-9، سانت كاترين 11-1 تحت الصفر، طابة 16-10، حلايب 22-14، شلاتين 23-13، شرم الشيخ 21-12، الغردقة 20-11، الفيوم العظمى فيها 17 والصغرى 6، بني سويف 17-6، الوادي الجديد 20-6، أسيوط 18-5، سوهاج 19-6، قنا 20-9، الأقصر 20-9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 10. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي قالت إنه في انخفاض مستمر معانا لحد بكرة في درجات الحرارة. كمان في أمطار ممكن تبقى متوسطة وممكن تبقى غزيرة، لكن مش هتأثر على أعمالنا اليومية. كمان في شبورة مائية بتبتدي من بالليل متأخر وبتكمل معانا لحد الصبح، فنلتزم بالتعليمات المرورية علشان نوصل أشغالنا بألف سلامة. ومرة تانية هنرجع لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لكلامك.